استعدادات ديال الكوكب يمكن تلخصت في يعني في جوج ديال الفترات الى حدود الان. فالفتره الاولى كانت مباشره يعني من بعد نهايه ديال الماتش الاخراني ديال لالي اللي كان امام فريق اتحاد سيدي قاسم واللي فاز فيه الكوكب 3-0، فاللاعبين ما خداوش راحه الا يوم واحد ما بعد المباراه، واستأنفوا التدريب ديالهم اثنين وثلاث ولا اربع والخميس، وجلسوا حتى اليوم يعني اربعه ايام. عاد غادي اليوم غتكون اول حصه تدريبيه يعني من بعد هذه الفتره ديال الراحه ديال اربعه ايام. الفتره ديال يعني اللي ما بعد المباراه ديال اتحاد سيدي قاسم فكانت فيها تدريب عاديه، وكان فيها ماتش اميكال امام فريق اولمبيك مراكش احد انديه القسم الاول هو هنا بمراكش، واللي قالت النتيجه ديالها الكوكب المراكشي بجوج لواحد. من بعدها كيف قلت اللاعبين خذوا راحه، واليوم غتكون اول حصه تدريبيه من بعد الاربعه ايام ديال الراحه. غادي تستأنف التدريب بشكل عادي هنا في مراكش، غتكون كونسونتراسيون في مراكش، وغادي يكون فيها ماتش اميكال اما غادي يكون السبت ولا الاحد امام فريق اولمبيك تشيرا. هذا هو البرنامج ايوب اللي حطوا للمدرب احمد البهجه بالنسبه للفريق المراكشي استعدادا لمرحله الايام. اما يعني فيما يخص الانتقال تاع ايوب، تنظن هذا هو المحور الثاني اللي يمكن نهضروا عليه واللي يمكن كل شيء يعني وخاص انتدابات ياك عادي، خاص انتدابات ديال بصح. دابا الاشكال ايوب هو انه الكوكب مراكشي يعني الى حدود الان، واليوم كان اخر لاعب حتى هو ما نقولش اخر ولكن اللاعب الاخير الى حدود الان اللي غادر الكوكب المراكشي، واللي هو كمال 10 اللاعبين اللي غادروا الكوكب مقابل جوج ديال الانتدابات فقط الى حدود الان. يعني 10 ديال اللاعبين وكان اخرهم هو اللاعب الحسين بن الحسن الملقب بطاطا، وهذا اللي يعني كان لاعب جيد وكان يعني الاداء ديالو جيد، ولكن يعني التقاعس ديال المسؤولين ديال الكوكب في اداء المستحقات ديالو خلت انه هذا اللاعب هذا دفع يعني الملف ديالو للجنه النزاعات، واللي اليوم يعني تعطاتو لا ريزيلياسيون من الجامعه ومشى سينا فريق شباب بن قرين اللي هو الفريق الام ديالو اللي كان يعني ترعرع فيه، وبالتالي يعني عنصر اخر كيفقدوا فريق الكوكب المراكشي كيف قلت من بعد 10 ديال اللاعبين اللي ريزيلو. كاين اللي ريزيل اليوم الفريق، وكاين اللي ريزيلت الجامعه اللي هو الحارس بن تومي والان الحسين طاطا، وعبد الغفور مهري اللي يعني مشى في انتقال لفريق شباب محمدية، وكاين عبد الله البيض، عبد الرحيم خدوب، مصطفى النعيم، هشام هرواش، ياسين الجوبي، امين السعيدي، هادو كلهما لاعبين اللي فريق الكوكب المراكشي هو اللي يعني فسخ العقود ديالهم اللي كانوا كيربطوهم مع فريق الكوكب المراكشي. بالمقابل كيف قلت جوج ديال الانتدابات الى حدود الان، انس عقلان اللي كيلعب في الميليو وكيلعب ارير دروا اللي جا يعني من بعد يعني قضى واحد 6 شهور مع فريق اولمبيك تشيرا وريزيلا الكونترا ديالو معاهم، هو نتاج ديال فريق مدرسه فريق الكوكب المراكشي، وكان يلعب في فريق الاتفاق المراكشي الموسم الماضي، وهذا الموسم هذا كيف قلت دوز 6 شهور مع اولمبيك تشيرا، والان كيجي في عقد لمده موسم ونصف. والانتداب الثاني هو محمد الزريفي، حتى هو اللي جا من تشيرا بعد ما ريزيلا كونترا ديالو مع تشيرا، واللي كان في الموسم الماضي رفقة فريق شباب بن قرين، جا شارك في الماتش اميكال اللي جمع الكوكب مع اولمبيك مراكش كيف قلت في يعني من بعد النهايه ديال المرحله ديال الذهاب، وكان يعني برز بشكل جيد، هو اللي ماركا جوج بيوت ديال الكوكب في هذا الماتش هذا اللي كمل كيف قلنا بجوج لواحد الكوكب امام اولمبيك مراكش، وهذا اللي زعم مسؤولين ديال الكوكب باش يسينيو ليه، وبالتالي فهو سينا كونترا 6 شهور اللي جايه مع امكانيه تجديد لموسم اخر. هادو هما جوج انتدابات الى حدود الان. كاينين بزاف ديال اللاعبين اللي جاو يعني في مرحله اختبار، ولكن حتى شي واحد الى حدود الان ما توفق انه يقنع المسؤولين. دا جوج صفقات اللي رسميه ياك بالقادم، منهم انس عقلان اللاعب اللي وعقلان كما كتنطق اللاعب اللي انضم لصفوف فريق ديال الكوكب المراكشي. استمعوا لتصريح ديال هذا اللاعب انس عقلان. من بعد ما سال الشطر الاول من بطولات القسم الثاني، كانت واحد الجلسه بيني وبين مكتب مسير ديال فريق اولمبيك تشيرا، اللي اتفقنا على اساس انني نفسخ العقد ديالي بالتراجي. اليوم كانت واحد الجلسه مع فريق كوكب مراكشي، اللي خرجنا بواحد الاتفاق ديال التوقيع ديال عقد للمدة ديالو سنة ونصف، وأنا جيت سعيد باش نرجع ندافع على ألوان الفريق اللي كبرت فيه، وتنتمنى نكون من المساهمين في
رجوع الفريق للمكان ديالو القسم الوطني الاول، وتنوعد اي محب ديال الفريق انني ما غاديش نبخل على الفريق ديالي، غنعطي كل ما عندي باش يتحقق المبتغى ديال جميع ساكنه مدينه مراكش. المخلفات ديال الجمع العام اللي كيف قلت هذا البلاغ اللي دارته هذه الجمعيه خلق جدل كبير، وبالتالي فكل شيء غادي يخضع للتمحيص، وغادي نشوفوا واش فعلا يعني الجمع العام ديال الغير العادي ديال المكتب المديري يعني عادي. واخا الجمع العام سال راه باقي ما سالاش ضمنيا، مازال التداعيات ديالو طبيعه الحال، باقي التداعيات ديالو، لانه كاينين الناس اللي يعني اللي وهذا البلاغ ديال هذه الجمعيه دي فهو طالب الغاء كل ما تمخص عن يعني هذا الجمع الغير العادي، يعني كاع اللي تمخضات على هذا الجمع هذا خصها تلغى، لانه هو جمع عام اعتبرته هذه الجمعيه هذه مخالف للضوابط القانونيه، وما كانش فيه يعني الاحتكام البنود ديال القانون الاساسي النموذجي ديال جمعيه نادي الكوكب المراكشي اللي كان صادق عليه في جمع عام استثنائي، بحكم ان الكوكب كانوا صادقوا على النظام النموذجي في جمع عام استثنائي كان جرى يعني قبل شهور. هنايا يمكن نشوفوا دابا واش الملف ديال هاد المحضر العام الغير العادي واش غيتقبل من لدن السلطه ومن لدن الجامعه ومن لدن الوزاره الوصيه، ولا غادي يمكن يترفض، وبالتالي غادي يمكن حتى القرار ديال يعني الخروج ديال فرع كره القدم كجمعيه احاديه النشاط يمكن يتلغى. يمكن كاين لحسب ما بلغني انه يعني نعيم راضي مبارك الرئيس ديال اللجنه المسيره للكوكب المراكشي فهو غيعقد اجتماع مع المنخرطين ايضا بعد ما خرج هذا البلاغ هذا، وبالتالي فحتى المنخرطين يمكن يكون لهم دور في الموافقه على الخروج والموافقه يعني على احداث جمعيه احاديه النشاط، ام انه غادي يكون عندهم اعتراض على القرار ديال المكتب المديري اللي كيف قلت ولا يعني الجمع العام اللي داروا المكتب المديري اللي كانت النتيجه ديالو هي انه فرع كره القدم يخرج جمعيه احاديه النشاط، هو فرع كره السله ولكن التركيز اكثر على فرع كره القدم. اذا ايوب الجمع العام هذه النتيجه ديالو هي يعني الموافقه باش الفوت في جمعيه احاديه النشاط، ولكن التداعيات ديال ما بعد الجمع العام فهي باقي مستمره، قانوني ولا ماشي قانوني، احترم القانون ولا كان مخالف القانون ولا كانوا هفوات قانونيه. فالبلاغ ديال هذه الجمعيه هذه كيف قلت دار بزاف ديال الجدل اللي غادي نشوفوا فين غادي يوصل، وفي الغالب يعني غادي يمكن يمشي الامور من جمع عام قانوني ولا ماشي قانوني، غادي ندخلوا في السير العادي ديال الكوكب من الناحيه الاداريه والماليه، واش حتى هو في خروقات ولا ما فيش. هاد الحوايج كلها ربما غنبقاو نشوفوهم في قادم الايام، وهذا اللي خلى بزاف فئات ديال الجمهور كيقولوا اسيدي كل شيء يتحط القانون، واللي داير شي حاجه يتحاسب عليها، واللي ما دايرش يكمل في العمل ديالو. بالتالي يعني كاين جدل كبير بخصوص يعني لا الوضعيه القانونيه ولا الوضعيه الماليه ديال فريق كوكب مراكشي.